وللمزيد حول استمرار انتهاكات النظام السوري ضد المدنيين في مناطق سيطرة النظام ينضم إلينا عبر الهاتف من اسطنبول المحلل السياسي السوري صالح فاضل. أهلا ومرحبا بك أستاذ صالح. مرحبا بكم، حياكم الله. بحسب شبكة سورية لحقوق الإنسان أن نظام الأسد قتل 84 مدنيا بينهم طفل وتسع سيدات خلال شهر تشرين أول الماضي فقط، ما هو تفسيركم لإصرار نظام الأسد على استهداف المدنيين؟ أولا السلام عليكم ورحمة الله. الحقيقة أن هذه الإحصائية إحصائية غير دقيقة، العدد أكبر من ذلك بكثير، ومعلوم أن هناك معايير للتوثيق من منظمات حقوق الإنسان، هذه المعايير لا يجيدها المواطن السوري العادي، فلذلك العدد هو أكبر من ذلك بكثير. وبكل الأحوال يعني هذا العدد أيضا يدل دلالة كبيرة وواضحة على أن نظام الإجرام لا يمكن أن يصحح طريقه، وهو غير قابل للتأهيل، وكل ما تفعله روسيا لإعادة تأهيل النظام ستبوء بالفشل، لأنه نظام إجرامي دموي لا يصلح لهذا العصر، وإنما هو موجود ككيان وظيفي، كنظام وظيفي لحراسة حدود إسرائيل، وقد حرسها مطولا، والآن سوريا حقيقة لن تكون خطر على دولة الكيان الإسرائيلي إلى عقود طويلة حتى لو تغير الأسد. يعني الهدف الدولي من بقاء بشار الأسد قد انتهى، لأنه حرس حدود فلسطين المحتلة حراسة بأمانة، وأيضا أدخل الميليشيات الطائفية لتغيير البنية الديمغرافية للشعب السوري. إنها حرب حقيقة على أهل السنة والجماعة، لأنهم أحرار ويريدون تحقيق النهضة، وممنوع على هذه المنطقة أن تحقق أي نهضة في الظل. ولذلك يعني جاءوا لنا بحكام أمثال الأسد لحراسة التخلف ولحراسة التجزئة، وأن لا تكون للمنطقة مستقبل، ولكن شعوبنا مصرة وبتوفيق الله على تحقيق هذا الإنجاز. أستاذ صالح، أعتذر منك ومن المشاهدين، أخطأت في الإحصائية التي نشرتها الشبكة السورية لحقوق الإنسان، 84 مدنيا منهم 22 طفلا وأربع سيدات. أنت قلت أن هذه الإحصائية أو أن هذا العدد غير صحيح وهو ما نشرته الشبكة، إذن هل استطعتم الحصول على إحصائية دقيقة لأعداد الضحايا التي حصلت في شهر تشرين أول؟ لا، الحقيقة نحن لا نملك الإحصائية الدقيقة، لكن من المعروف يعني هذا عالميا أن منظمات حقوق الإنسان لها معايير دقيقة في هذا العمل. نحن دائما وأبدا عندنا اطلاع وأخبار كثيرة على أن عدد الأطفال الذين يقتلون في مناطق النظام، ترك المناطق الأخرى، هم أكثر من هذا العدد بكثير. النساء والأطفال في سجون النظام، خطف، تجارة الأعضاء البشرية، سرقة الأطفال، كل هذه موجودة في منطقة اللا نظام الآن. ولذلك نحن نعتقد أن إحصائيات شبكات حقوق الإنسان ليست دقيقة، لأنها تعتمد معايير لا يمتلكها المواطن العادي. فبالإجماع أن هناك الأعداد كبيرة جدا. يعني إلى الآن المنظمات الدولية تحصي حوالي 600 ألف شهيد في الثورة السورية، ولكن العدد معروف للجميع، أكثر من 1.5 مليون شهيد في سوريا بين المعتقلين وبين. ماذا عن الصمت الدولي تجاه الجرائم التي يعني يقوم بها نظام الأسد تجاه المدنيين؟ الواضح أن النظام الدولي لم يشبع حتى الآن، لم يرتوي من دماء الشعب السوري، لأن السكوت الحقيقة على هذه الجرائم هو شراكة. يعني نحن نعلم، يعني مثلا في حرب البوسنة والهرسك، عندما أراد المجتمع الدولي إنهاء هذه الجرائم أنهت الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها، وقصفت المناطق واعتقلت رئيس الدولة ميلوفيتش وحاكمته واعتقلته، ولكن يبدو أن بشار الأسد ما زال يعني محتاجين لمزيد من الدماء ولتغيير البنية الديمغرافية لدول جوار
وبني صهيون، وبالتالي الأسد ما زال محميا في هذا النظام الدولي، ولكن يعني نبشر شعبنا أن الدول كلها فشلت حتى اللحظة. نعم فشلت في إعادة تأهيله، ولكنها ما زالت ناجحة بالحفاظ على بقائه شكلا، ويحمل الختم والحكم في سوريا ليس للنظام السوري، لروسيا وللإيرانيين. هم الإيرانيين هم الذين يديرون الحالة السياسية وجزء من الحالة العسكرية، وكذلك الروس وأمريكا في المنطقة الشرقية. سوريا في ظل نظام بشار الأسد تحتوي على أكثر من 5 جيوش إذا في هذه المنطقة، بالتالي هذا النظام ساقط، لكن هو شماعة لمزيد من الدماء ولمزيد ربما من تقسيم المنطقة، وربما تصدير الفوضى. أنا هذا الذي أتوقع، تصدير الفوضى إلى دول الجوار، هذا ما سينتجه هذا النظام المجرم. نعم، من اسطنبول المحلل السياسي السوري الصالح فاضل كنت معنا، شكرا جزيلا لك لانضمامك إلينا.